نقاط أخرى وفوز معنوي آخر. كرة من مكاوي التوزيع نحو ناجي ولكن تروح بعيدة عن إطار المرمى. ناجي يحاول في هذه اللحظات 18 هدف ودفاعه تلقى 25 هدف. كيفاش تشوف الحصيلة وهذه الكرة لصالح أولمبي الفدية؟ ما فيش وضعية تسلل. أول لقطة خطيرة وفرصة ثمينة لأولمبي المدية تضيع. الكرة كانت لصالح أولمبي المدية. المخالفة من منصور مرفوعة كما ينبغي من هناك لصالح نجي ولكن تروح كرة جانبية. كانت الكرة من مكاوي ولكن راحت جانبية هذه الكرة. لعبة وين نجم كرة لصالح المولودية. منصور يلعبها طويلة نحو فيفيان والهدف والهدف الأول لصالح المولودية. فيفيان يحرر أنصار مولودية وهران ويفجر مدرجات ملعب أحمد صابانا في كرة مخالفة وكرة ثابتة. فيفيان الذي التحق بالمولودية في الميركاتو يسجل هدف من ربما سيكون من أغلى الأهداف في بطولة هذا الموسم بالنسبة لصالح مولودية وهران. وفرحة أنصار مولودية وهران تهتز المدرجات وتتحر أو تهتز الشباك وتتحرك المدرجات هنا بملعب أحمد صابانا بوهران. حقيقة كان هدف جميل من فيفيان من عرف كي يضرب الكرة في شوف هنا لا مكش مكش أمام الجوار أفريكا. سنتأكد سيد نجنيش. شوف هنا من منصوري كرة طويلة لحظة انطلاق الكرة. هل كان فيفيان في وضعية تسلل الأولى؟ المدافع تاع اولمبي مديه بصح غادي يكون يعاود هذه الزاويه لا تظهر جيدا لا تظهر يعني من الزاويه الاولى اولى. شوف هنا لحظه انطلاق الكره ما فيش وضعيه تسلل. هدف صحيح لمولوديه وهران عن طريق فيفيان الذي يفتتح التسجيل في اللحظات الاخيره من المباراه. بالنسبه لي فيفيان